من خير ده في جمعية رعاية المرضى في البصرات مركز المنزلة محافظة الدقهلية. اتفرجت كده على السوشيال ميديا ليهم على شغل أكتر من رائع يعني بصراحة، وتواصلت مع الأستاذ صلاح البكري رئيس مجلس إدارة الجمعية يحكي لنا عن إنجازات جمعية رعاية المرضى في البصرات. مساء الخير أستاذ صلاح. مساء الخير دكتور علاء، أهلا بحضرتك. يعني بصراحة أنا شفت عندكم حاجة أكتر من رائعة، يعني الصور هتتحدث عن مجالات كتير، احكي لي عن مجالات الجمعية وأنتوا بتقدموا إيه للناس يا أستاذ صلاح. هو مبدئيا بنشكر حضرتك وقناة الحدث على البرنامج الظريف جدا، برنامج حبايب مصر اللي بيسلط الضوء على العمل المجتمعي من خلال الجمعيات والمشاركات الأهلية والمشاركات المجتمعية. اسمح لي هدي لحضرتك نبذة بسيطة عن نشأة الجمعية. الجمعية طبعا في قرية البصرات مركز المنزلة الدقهلية زي ما حضرتك قلت، تم إنشاءها سنة 94 وقرار نفع عام رئيس مجلس الوزراء سنة 98. قام على تأسيسها الكاتب والأديب ابن البصرات الأستاذ محمد خليل طبعا، ومكونة من أربع طوابق الجمعية زي ما حضرتك شفت وتفضلت. فيها صيدلية وفيها عيادات تخصصية. هقول لحضرتك إن كان في الافتتاح، كان موجود في الافتتاح الجمعية محافظة الدقهلية وقتها كان الدكتور أحمد سعيد صوان. أنا كنت موجود في الافتتاح الصلاح. طبعا طبعا شرفنا بحضرتك، وكان في صحبته اللواء فخر الدين خالد فخر الدقهلية الله يرحمه اللي بنفخر بيه دايما يعني. والمبنى زي ما حضرتك شفته وعرضته كله من أهل الخير في البصرات، يعني كله مشاركة مجتمعية. عندنا في الجمعية أنشطة مختلفة هذكر لحضرتك منها، يعني على سبيل المثال في مجال المساعدات والمشاركة عملنا مشروع اسمه كفالة اليتيم. كفالة اليتيم ده عندنا ما يقرب من 75 أسرة عندهم ملفات عندنا في الجمعية للي عندهم أطفال لسن 15 سنة، يعني حضرتك احنا بناخد الأطفال اللي في الأسرة اللي هم 15 سنة، اللي فوق 15 سنة ما بناخدهمش معانا في المشروع ده. عملنا لهم كارنات خاصة بيهم من الجمعية بحيث ان عندنا عيادات تخصصية في كافة المجالات، اي علاج ليهم او اي كشف بيكون مجانا من خلال الجمعية وتقدم لهم تسهيلات من خلال الجمعية. كمان بموجب الكارنات ده يعني بيتعاون معانا ناس كتير جدا، يعني في بعض الصيدليات ومراكز الاشعة واطباء من خارج الجمعية. بس كارنات ده في الصيدلية بياخد 50% قسط، وكذلك مراكز الأشعة في إقليمنا الجميل إقليم المنزلة. برافو. في الدكاترة الخاصة في عيادتهم بيكون الكشف مجانا ليهم برضو بموجب التصريح ده. أرجوك يعني أستاذ صلاح هات لي الدكاترة اللي بيكشفوا مجانا ده الحلقة الجاية نشكرهم على الهواء. يا باشا موجودين وكلهم من أبناء البصرات وأبناء المنزلة وأساتذة كبار يعني. ربنا يكرمهم يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. وكمان في مساعدات نقديه ليهم للايتام دول من خلال المشاركه المجتمعيه، بس خلينا اكون صريح معاك بتكون موسميه ما بتكونش دايما نظرا لقله الموارد يعني. بالنسبه للدين برضو عملنا مشروع تاني اسمه الامراض المزمنه، حضرتك عارف منطقه الشمال وعارف الامراض المزمنه فيها اللي هي التليف والكبد والفشل الكلوي والامور دي. فبرضو من خلال الجمعيه عملنا ابحاث عندنا مسجل عندنا 400 حاله ومش من البصرات بس، الجمعية بمركز ومدينة المنزلة يعني مش خاصة بالبصرات بس. عملنا لهم أبحاث طبعا في الشؤون الاجتماعية وتواصلنا مع بنك فيصل في القاهرة، الحمد لله تم صرف لهم مساعدات مالية على فترات بموجب التقرير الطبي والبحث اللي من عندنا من الجمعية من هنا. كمان حضرتك احنا بنيجي كل سنة في بداية العام الدراسي بنعمل شنطة مدرسية بمحتوياتها، مش شنطة فاضية بمحتويات الأدوات الدراسية، بنوزعها على الغير قادرين في المرحلة الابتدائية والإعدادية. وهقول لحضرتك إن ده كله بمشاركة المجتمع المدني في البصرات. يعني إحنا كل ده بيبقى مشاركة مجتمع مدني. بنخفف على أهالينا برضو في عيد الأضحى بنعمل صك وأضحية من خلال مشاركة المجتمع المدني، يعني الجمعية ما بتتكلفش جنيه في موضوع الأضحية، هم مجموعة كده قريبين من المكان وواثقين في المكان وفي مجلس إدارة المكان، فبنعمل فك وأضحية وبناخد اللحمة دي بنوزعها الصلاح على بعض. اتفضل. بجد يعني أنا يعني لازم كاميرا البرنامج تنزل وتتابعكم
وشارككم، لازم يعني تبقى انتم نموذج محترم. انا بشكرك جدا استاذ صلاح، يعني الباكلي ومجلس ادارتك وكل اهل المنطقه عندكم البصرات والمنطقه على الجهود دي. بشكرك جدا استاذ صلاح الباكلي، وهو ده الخير، ده نموذج اهو، ممكن يبقى في بلد حضرتك او في البلد اللي جنبك ساعد في الخير. لما قلنا بصمه خير في مركز ميت سلسيل بتعمل النهارده ايضا اهو في البصرات، يعني جمعيه مساعده مرضى، جمعيه رعايه المرضى تعمل شغل. قلنا في الاتحاد في ميت سلسيل في ساعدوا بعض،